برنامج تفعيل المشاركة المدنية بمحطتنا التالية مع مايا وضيفتها بوقتها. مايا صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ نرحب كمان بضيفتك اكيد لحتى نحكي اكثر عن هالبرنامج والمؤتمر اللي رح بيصير. وصباح الخير. اكيد معنا اليوم ندى حمزه ضيفتنا اللي هي اخصائيه استراتيجيه بالميديا وبالسوشيال ميديا. يعني الموضوعنا نحن الاساسي هي اختصاصها على 100%. جاي تخبرنا عن مؤتمر رح يصير قريبا ببيروت وهي منظمته مع بيس ورح نحكي معها عن كل هالتفاصيل. كيفك ندى؟ ماشي الحال. كيفك مايا؟ أول شيء خبرينا شوي عن الإيفنت سوشيال ميديا سبيس. نعم. هيدا هو الاسم. كيف اجت الفكرة؟ ليه هيك سميتوه؟ مين منظمه؟ خبرينا شوي عنه. سوشيال ميديا سبيس هو إيفنت منظم من برنامج تفعيل المشاركة المدنية بيس الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. نحن برنامج بنشتغل لتمويل منظمات أهلية لتفعيل المشاركة المدنية من خلال برامج ريادة أعمال مشاريع وحرية الإعلام و كمان مهارات تطوير المهارات للمنظمات المجتمع المدني. من خلال شغلنا مع هالمنظمات لقينا انه في موضوع السوشيال ميديا يلي هو استراتيجيه بناء هيكليه اعلاميه وخطه اعلاميه ليوصل صوتهم هالمنظمات. يعني اذا بدنا نفسرها بطريقه سهله انه كيف يستعملوا فيسبوك وتويتر وكل هالويب سايتات بطريقه بتفيدهم لشغلهم ليوصلوا صوتهم ليوصلوا قضيتهم لحتى يشاركوا بالمجتمع بشكل افضل ليعملوا تغيير ايجابي كمان. اكيد. وليه مهم هالان جي اوز او المجتمع المدني ليه مهم يكون على السوشيال ميديا؟ يعني احنا دائما بنحكي عن هالاشياء هون انه لازم كل الناس يكونوا اونلاين، بس ليه بالذات عم بتجربوا تجمعوا المجتمع المدني مع البزنسز او الاعمال؟ شو راح يستفيدوا؟ المجتمع المدني كل حدا موجود لانه عنده قضيه عم يطرحها بالمجتمع ليعمل تغيير ليوصل صوته لمطرح معين. الحدث اللي نحن عاملينه هو اول مره بيجمع ناس منا بروفيشنال بالسوشيال ميديا، اول مره بيجمع ناس مجتمع مدني مع اخصائيين بالاعلام التقليدي والاعلام الالكتروني وشركات التسويق. ليه؟ لانه في محل ما موجوده هالعلاقه بين الثلاثه. المجتمع المدني هو بحاجه ليوصل صوته، الاعلام يمكن عم بيكون مرات مش هو الوسيله، الاعلام التقليدي انه يقدر يوصل صوت كل الناس. خلقت هيدي الاعلام شبكات الاعلام والتواصل الاجتماعي لتكون متاحه لكل الناس باقل كلفه ممكنه انه يقدر يوصلوا صوتهم. ولكن تيوصلوا صوتهم هن بحاجه لخلق استراتيجيه ليوصلوا يعرفوا كيف يشتغلوا عليها. يعني مش هم نكون موجودين اونلاين، مهم نعرف كيف نستعمل اي وسيله اونلاين وكيف نكون موجودين اونلاين. اكيد مش حيلا حدا فتح فيسبوك بيج صار عم بيستعمله بطريقه صحيحه. اكيد يعني يمكن هيدا هالمؤتمر رح يساعدهم يتعلموا شوي او يتعرفوا على ناس بيساعدوهم كيف يستعملوه بطريقه صحيحه. هلا للي عم يحضرونا خلينا نحكي شوي الويب سايت على اي لينك بيصير فيهم يفوتوا على www.socialmediaspace.org. نعم هونيك فيهم يعملوا ريجستريشن مثل ما عم بيشوفوا على الشاشه قدامهم. هلا بنشوف شوي الويب سايت وكمان على الفيسبوك بيج اللي هي اسمها سوشيال ميديا سبيس. هونيك عم بتحطوا كل شيء في تطورات، مثلا هون عم نشوف انه زميلنا ميلاد حتشيش رح يكون هو اللي عم بيقدم هالمؤتمر. طب قلتي لك في كثير اشياء مهضومه رح تكون موجوده، خبرتيني عنها، فيك تقولي لنا اكثر تفاصيل عنها؟ بالاضافه للبانلز رح يكونوا موجودين مع خبراء مدونين مؤثرين بالمجتمع المدني يلي مثل عماد بزي او علي فخري يلي هن كثير مؤثرين بالمجتمع وهن مثل ما بيقولوا متمردين على كل شيء غلط عم بيصير. رح يكون في اعلاميين متخصصين من كافه برامج تلفزيونيه. بدي اشكر كمان لفيوتشر لانه هن سبونسر لهيدا الايفنت لانه بيامنوا بقضيه مجتمع مدني واعلام الكتروني. كمان معنا الام تي في، كمان هن كمان مؤمنين بهذا المشروع، هن كمان سبونسر. رح يكون في من غير تلفزيونات، رح يكون في غير البانلز سميناهم سوشيال ميديا جاردنز او راوند تيبل يلي هن وركشوب معمولين لناس ما بهمها انه تكون تاخذ القضايا العموميه، عندها اشياء خاصه بتحب تتعلمها لما يكون يعني مثل وركشوب لنقول عن الاونلاين سيفتي اند برايفسي. رح يكون متخصص هيدا بوركشوب على طاولات مستديره. رح يكون في فوتوغرافي، رح يكون في كيف تعملي ميديا كامبينينج اونلاين. غير البانل رح يكون في مدونين، رح يكون في ناشطين اجتماعيين عندهم تجارب بالحملات الاعلاميه، رح يكون في متخصصين اعلاميين من التسويق والمؤسسات الاعلاميه التقليديه. رح يكون في كمان
استشارات، أجنحة للاستشارات. إذا أنت عندك منظمة أهلية وعندك مشكلة خاصة لمنظمتك ما بتعرفي تحليها، رح يكون في أجنحة للاستشارات الخاصة، بتروحي لهونيك وبتسألي أنا بدي كذا كذا كذا. بس حلو كتير هالشيء إنه تجمع هالأشخاص مع بعضهم، لأنه يمكن لو ما عملت هالمؤتمر هن ما بيعرفوا كيف يوصلوا لهم، أو يمكن بيبعتوا لهم إيميل مش دايما بيردوا عليهم لأنه بيكونوا مشغولين أو ما بيفهموا. هو من هون طلعت الفكرة إنه شركات التسويق الإلكتروني ما كتير بتعطي اهتمام للمنظمات الأهلية، منظمات الأهلية ما بتعرف إنه لازم ليوصل صوتها بحاجة للإعلام. الإعلام التقليدي يمكن مرات بلبيها مرات لا. ونحن بلبنان لو عم نحكي عن سوشيال ميديا في تكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، هو الاثنين بيكملوا بعض، ما فينا ننسى أهمية الإعلام التقليدي وخاصة ببلد مثل لبنان. فهول الثلاثة لازم يكملوا بعضهم لتوصلي قضيتك أو صوتك، لذلك نحن خلقت هيدي الفكرة. في كمان مبدا التشبيك بلبنان ما انه موجود، في جيم راح تكون خلال يعني المؤتمر. مبدا التشبيك يعني بتلاقي كذا منظمه او جمعيه بتشتغل على نفس القضيه، لنقول كل واحد بيشتغل حريه التعبير او حقوق المراه، كلهم بيشتغلوا وكلهم بيوصلوا صوتهم، بس ما حدا بيشبك مع بعضه لتوصل القضيه اكثر، ليعملوا تغيير بالبلد. نحن عندنا مشكله انه كله بيوصل صوته، كله بيحكي اونلاين، بس تعي خدي مبادره ما حدا عم يعملها، وهيدا كمان التشبيك له اهم تاثير كثير مهم لتوصلي صوتك. فرح يكون من خلال الجيم يشتغلوا معك من خلال جيم، يعني نحن عم نحاول نخلق هيدي العقليه شوي نغيرها بلبنان. فمن خلال جيم رح تصير هو اكثر شخص رح يتعرف على ناس لنخلق تشبيك. نحن بهمنا بعد المؤتمر كيف رح يكملوا، رح يطلع لهم جوائز، مش انه انا جمعت بزنس كارد كثير يعني انا ربحت هيدي الجائزه، انا بدي اعرف اذا اخذت بزنس كارد من مايا شو بتعمل، شو فيها تفيدني لمنظمتي بعدين. بلس انه كمان الناس يلي مقدمين هدايا اللي هن شركات التسويق الالكتروني يلي نحن كمان بنشكرهم، مقدمين اشياء خاصه للمنظمات المجتمع المدني هي بحاجه لها، مثل سوفت ويرات، مثل تريننج، مثل كونسلتنسي، وراح يصير في اليوم وقتها بنقول بلبنان ان جي او، يعني المواضيع اللي بيشتغلوا فيها عديده واسعه عديده. يمكن اليوم حدا عم بيسمعنا يحس حاله انه لا انا ما بدي هالقد، انا مش معني بكل هالتفاصيل. فينا نقول لهم انه كل المواضيع اللي عم بيشتغلوا عليها كلها بحاجه انهم يظبطوها ويكونوا فيها عارفين حالهم وين رايحين، يقدروا يوصلوا صوتهم، ان كانوا عم يشتغلوا بجمعيه صغيره تعنى ما بعرف انا باستصلاح ارض او زراعه، او يشتغلوا لسيدات اعمال يدويه، او كانوا عم يشتغلوا لحقوق مراه او الى اخره، كلهم بحاجه الى انهم يكونوا موجودين. اكيد، لانه نحن لما نشتغل مجتمع مدني اول شيء جمعيات اهليه عندها قضيه عم تشتغل عليها. إذا أنا بدي أشتغل على قضية وقاعدة لحالي بالأوضة ومعتمة على حالي الباب ما عم بتفاعل مع حدا، ما رح يوصل صوتي. كمان إذا أنا عم بشتغل وبدي بالآخر تمويل، أنا هولي يعني وسائل التشبيك والوسائل الاجتماعية مش بس إنه لوصل صوتي، صوتي عم يوصل لناس لتدعمني، صوتي عم يوصل لناس لتمولني، صوتي عم يوصل لناس لأثر فيها لأعمل تغيير، فأنا بحاجة يعني مثل مبدأ الإعلامي، بس ولكن شبكات التواصل الاجتماعية هي خلقت لتخلق نوعية من التسويق الاجتماعي بيناتنا. يعني أنا لما بروح على كافيه وبقعد لحالي أو بقعد مع أصحابي عم نقعد نحكي عن قضايا بتهمنا، هيدا المنبر لإلهم ليحكوا ليوصلوا صوتهم. طب أنت مين بتنصحي أشخاص يروحوا على الإيفنت؟ يعني هو مفتوح لكل الناس ولا لازم يتسجلوا قبل بوقت؟ وخلينا نحكي كمان وين رح يصير وأمتين، هو قريبا يعني هو بـ8 حزيران بأوتيل كراون بلازا بالحمرة. الهدف الأساسي اللي بهمنا أن الناس تحضر فيه هو منظمات الأهلية وطلاب الجامعات يلي هن بهمهم هيدا الموضوع. طلاب يعني الجامعات كيف فيهم يستفيدوا من هالمؤتمر؟ طلاب الإعلام فيهم يستفيدوا كتير، وطلاب كمان الاختصاص الاجتماعي العلوم الاجتماعيه، وكمان طلاب في كمان ما تنسى انه صار في اختصاصات ان جي او مانجمنت خصوصي لمنظمات المجتمع المحلي، هول كلهم فيهم يستفيدوا منهم. اي حدا بيفكر انه يخلق تغيير او يستعمل هالادوات لو ما كان طالب ولو ما كان منظمه اهليه في روح يستفيد، لانه خبرات المشتركين معنا هي شغله كثير رح تغنيهم، رح تغنيهم بمعنى انه كل حدا رح يحكي عن شيء مش ليبرز حاله شو عمل او شو سوى. هو رح يكون نهار واحد الايفنت، خلينا شوي نتفرج على الويب سايت على الاجنده. ببلش الساعه 9 الصبح، يعني كثير واضح الويب سايت، وحسيت الديزاين هيك شوي بيشبه ديزاين جوجل بلس هون على الشمال، ديزاين قديم يعني كثير سوشيال ميديا مبين. حتى الويب سايت نحن لانه بنشتغل كثير على مبدا التشبيك، حتى ناس من شبكه علاقاتنا هن منظمه دعمتنا لعملنا الويب سايت كمان قدموا لنا اياها. يعني طريقه شغلكم
استعملته كمنظمة اجتماعية أو أهلية، استعملته كمان هالتشبيك واستفدته منه بطريقة كتير حلوة لتقدر تحققوا هالمؤتمر. هيدا أهمية التشبيك، إنه نحن بدل ما نفتش على ناس أو ممولين، في ناس رح تآمن بقضيتنا ورح تدعمنا. لكن عم نشوف في بانل ديسكشنز مع مدونين عماد بزه وعلي فخري ودارين صباغ واحمد كاروت، وفي بعدين كوفي بريك بيرتاحوا، بيرجع في بانل ثاني مع اعلاميين كمان كثير معروفين، والنتوركينج لانش هون المفروض اكثر شيء يجمعوا بزنس كارد، يعني الواحد اللي رايح لازم يحكي، لازم يتعرف، لازم يبني علاقات مع ناس معقول يشتغل معهم، معقول يستفيدوا، لانه مثل ما قلت يعني الناس اللي بيعرفوا بعض اونلاين يمكن مش حاكين مع بعض، ما بيعرفوا كيف معقول يقدروا يفيدوا بعض بالشغل، فاذا هي نهار واحد. والتسجيل كيف بيصير؟ التسجيل بيصير اونلاين على الويب سايت. فيهم هلا يتسجلوا اونلاين؟ اي حدا في يتسجل هلا اونلاين. اوكي، وين بفوتوا اذا بدهم يتسجلوا؟ في ريجستريشن على www.socialmediaspace.org. في ريجستريشن، في فوتي عبي طلب ويسجل وخلص، بيصير مقبول للمؤتمر وبيصير يشارك معنا ويستفيد من كل شيء، حتى في مفاجآت ما بنعلن عليها. ليه؟ مفاجأة بس للإيفنت اسمها مفاجأة. يعني كل الوقت رح يكونوا معبى، رح يكون هم وعم يتعلموا ورح يكون في فن، يعني عم يتعلموا وعم يستفيدوا من خبرات. قد ايه فيكم تستوعبوا عدد أشخاص؟ نحن عاملين حسابنا ب 200 شخص، حوالي 200 شخص، وتقريبا عم نوصل، وصلنا لهذا الرقم، يعني عم يصير في كثير تسجيل، وحتى ناس هلا عم تجرب انه بدها تقدم هدايا او تشترك او تكون سبونسر للإيفنت. زي موضوع التشبيك انا موضوع كثير يعني هيك اذا بدك بيهمني، لانه بتحسي انه بدل ما نروح ننضم لجمعيه بلشت عم تشتغل لها فتره وتدعم الجمعيه، بيروحوا اثنين ثلاثه اربعه بيرجعوا بيعملوا جمعيه لحالهم عم تشتغل على نفس الموضوع، بصير بدل ما يصير في تكامل عم بيصير اوقات في منافسه. صح. وهذا الشيء مش مطلوب ابدا، بالعكس مطلوب انه الواحد يدعم اذا شايف انه الشغل مزبوط وعم بيصير كمان بيصير هذا بطريقه جيده. يعني هي ترجع شوي للعقليه اللي واذا بتساليهم انه في هيك ما حدا بيعطيك جواب واضح. صح. بهيدي المواضيع بتامل انه يعني يقدروا يستفيدوا منها نهار على جميع الاصعده ان شاء الله. نحن كمان نحن هدفنا كمان انه مش بس خلال هيدا النهار يستفيدوا، هدفنا من بعدين هن يشبكوا مع بعضهم ويكملوا. أكيد. هلا تقدروا يتابعوا تطورات هالمؤتمر فيهم يفوتوا على الويب سايت socialmediaspace.org اللي نحن هلا عليه، أو فيهم كمان يتابعوا على صفحة الفيسبوك Social Media Space. وفي صورة هلا حطيتوها لايف، مش معقول شو سريعين. والله عملتوا على فيسبوك صورة هلا أنت على تويتر وعلى تيفي بنفس الوقت، وعلى تويتر بيس لبنان اللي هن المنظمين. نعم. كمان رح يكونوا عم يحكوا عن الايفنت. نعم. ونحن رح يكون عندنا لايف ستريمينج، الناس يلي ما رح تقدر تكون معنا موجوده بكراون بلازا رح يكون في عندنا لايف ستريمينج كمان اونلاين، فيهم يحضروا شو عم بيصير بالمؤتمر، بالاضافه لكل شيء على تويتر رح يكون موجود. اوكي حلو كثير، ميرسي كثير ندى، نحن كثير انبسطنا فيك. اهلا وسهلا فيك ندى، ميرسي لك كمان مايا. كمان مره مشاهدينا لكل اللي عم يتابعونا بريك صغير، ومن بعدها بنرجع بنكون مع الشيف شادي ورشيد ملح.